الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع السلسلة الرمضانية المباركة أخطاء شائعة في العقيدة والعبادات والمعاملات. المقصود من هذه السلسلة الطيبة أن نسلط الضوء على أخطاء يقع فيها الناس إما عمدا وإما جهلا تخالف شريعة الله عز وجل، ويظن الناس ربما أنهم غير مخطئين وأنهم في الطريق المستقيم، فصار لابد من التنبيه عليها من باب النصيحة للمؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نزال مع المحور الأول ألا وهو محور العقيدة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن خطأ من الأخطاء العقدية يتعلق بقضية ومسألة الأبراج، الهوروسكوب. الأبراج التي تبث أحيانا في بعض القنوات ولها مواقع إلكترونية ولها يعني أعمدة في بعض الجرائد، كثير من الناس لا يعلم أنها منافية للعقيدة الصحيحة. لماذا؟ فالأبراج اللي هي برج الجوزاء وبرج القوس وبرج الميزان وبرج الحمل وبرج الأسد وبرج هذه الأبراج لأوروسكوب، بعض الشباب جامعيون ومثقفون يصدقونها. ماذا تحتوي هذه الأبراج؟ يقول لك المواليد بين شهر سبتمبر إلى ديسمبر في هذا الأسبوع سيأتيك خبر صار، أو يقولون علاقتك بالطرف الآخر متوترة، أو يقولون سيأتيك خبر محزن. من أين يعلمون هذا؟ قال ربنا عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة، مفعول به الغيبة، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكيف ندعي أننا نعلم الغيب؟ ادعاء علم الغيب يا جماعة تابع إلى مسألة الكفر، لأنه يعني مضادة لله وندية له ومشاركة له في أخص الخصائص من الصفات أنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كما جاء في سورة الجن. الغيبيات التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام كيوم القيامة وأشراط الساعة أذن الله له فيها بالوحي، ما عدا هذا لا يحق لك. إذن والأخطر من هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، أي يدعي معرفة الغيب، فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يجب أن يصلي ولكنها غير مقبولة. هذه العقوبة الأولى. العقوبة الأغلظ ما رواه الإمام بن ماجة وأخرجه البزار في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بكل بساطة يا جماعة، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير أدلة. تأتي الإنسان مثله مثلك، مخلوق ضعيف محدود القدرات العقلية، تقول له: أخبرني ماذا سيحصل بيني وبين زوجتي، بيني وبين شريكي، هل سأنجح في تجارتي، هل سأنجح في المسابقة، وهذا يدعي أنه يعلم الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذا أيها الإخوة الكرام مناف للتوحيد، أنت قد جعلته لله ندا والعياذ بالله تعالى. قال أحد الخطباء وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، جمعهما في الضمير فقط. ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أشد الإنكار. حتى موضوع يشبه هذا الذهاب إلى السحرة والعياذ بالله. بعض النساء خاصة غفر الله لهن من ضعفهن وعاطفتهن تريد أن تصلح زوجها، تريد أن تصلح أهلها أو بيتها، أو تؤذي جارتها أو ضرتها أو سلفتها أو عمتها لا أدري، فتذهب إلى ساحر شيطان، والسحر كفر لا شك في ذلك، يعني يعلمون الناس السحر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر لا شك في ذلك. فالذهاب إليه اعتقاد لاستحلال السحر وهو كفر أيضا. نسأل الله أن يعفو عن الناس، وإنما إذا حسب الإنسان كل ما يفعل ولم يعذر بجهله ولا بضعفه فإننا على خطر عظيم. بعض الناس يطرح إشكال، يقولون النشرة مثلا، يقولون كان سحر العطف وسحر الصرف، يقول لك: أنا ساحر، هناك ساحر فرق بيني وبين زوجتي، أريد أن أذهب إلى ساحر ليعيد ما بيننا إلى الود والمحبة. هذا أيضا ممنوع، لأنه لا يعني لا نصلح الباطل بباطل مثله، ولا نصلح ما أفسد الناس بفساد آخر،
وإن لأن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى كما في سورة طه ولا يفلح الساحرون كما في سورة يونس. إذا الإنسان يحذر أن يذهب إلى هؤلاء السحرة وأن يتعامل معهم وأن يصدقهم بما يقولون، لأنه يروج تجارتهم وينشر الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. والحمد لله القانون الجزائري يعاقب جريمة السحر ويؤثم فاعلها ويحقق فيها ويجعلها من الجرائم. بقي موضوع متى يجوز سؤال الكاهن أو العراف أو الساحر؟ إذا كان على سبيل الاختبار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا يقال له ابن صياد، الصحابة شكوا أنه هو المسيح الدجال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يختبره، فهذا السؤال من عالم مختص لاختبار الرجل حتى باش ما نظلموش الناس. مش واحد يكتب يعني كتاب تاع قرآن مثلا تميمة والله روح نقوله ساحر، ولا إنسان يقرأ شوية قرآن في ماء روح نقوله مشعوذ، لا 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 نظلم الناس. وإذا قلتم فاعدلوا. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، أن يثبتنا على العقيدة والإيمان. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.